السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وش رأيك؟ كيفك خويا حسين؟ صافا لاباس أمورك؟ والله الحمد لله متشرفين بيك. الله يسلمك ربي يبارك فيك أخويا. بلادكم الزينة أخويا ما شاء الله. نشوف الماتريك والبرك 39 نعم. نعم. ولاية الوادي. نعم ولاية الوادي يا أخويا. مرحبا بك. ربي يخليك ويحفظك أخويا. الله يسلمك. حسن الضيافة أخويا ما شاء الله. الحمد لله أخويا نسات عين كرم وشفنا منهم كل خير. أول مرة تجي ولا لا؟ عندي نجي قبل أنا وصحابي على كل حال كذا. من الوقت الحالي راني أون فامي. وش الحاجة اللي راهي تجيب لك الجيج؟ والله المناظر الساحلية الربانية مع ربي سبحانه ما شاء الله. الحمد لله ما نكذبوش. السياحة ما شاء الله، الطبيعة، الجو مليح ما شاء الله. والله عبادة ثاني ناس ملاح متربيين، تلقاك غير الحاجة الباهية كيما نقولوا. شفنا منهم كل خير. حس عارف لي ريستور وملاح لي ريستور شوية غالية شوية سي حسين، والكرا ثاني نفس العملية، حتى الكرا فيه شوية. شحال راك كاري انت؟ انا درك وقت الحالي راني كاري ب 250 في الشادية بلدية القوس. وشو بعدنا شوية على اساس كيما نقولوا شوية 250 عطيك صح. كيش بانت لك انت؟ والله بزاف شوية كتعرف بصح. وشو كتعرف الانسان على حسب الشيء اللي يريح بزايد شوي ايامات كيما نقولوا كذا تعرف. تقدم شويه لجيج السونتر كيما نقولوا تلقى ب 350 400 ميل راك معايا، ولكن انت غالب حتى 600 ميل وفصل البحر على حساب البعد. هما يقول لك على بعيد، ولكن انت من ناحيه السياحه من ناحيه الطبيعه ومن ناحيه كذا يودي ربي يبارك. الحمد لله ما شفنا منهم كالخير. على كل حال عندي تروا جور هنا يدي ما شاء الله. جيتها من قبل جيج نفس العمليه، جيناها قبل رحلات ثاني ما شاء الله. ما نكذبوش فهمت. وقت بقوه نعم يجوا يجوا ما شاء الله. فتحت حتى تونس، ولكن انت مازال كيما نقول قريبه لكم تونس؟ قريبه شويه نعم. الحدود تاعنا 70 كيلو، احنا وياهم 70 كيلو. تقدر تقول واحد 550 570 كيما نقولوا سوسه ديريكت تونس بعد معايا حق ما شاء الله. واش الفرق بين تونس وجيج؟ والله الفرق بيناتهم سي حسين، اول قبل كل شيء السياحه، المناظر تاع تونس ما تجيب. ما نقول لك المناظر تاعها مش تلحق بلادنا كيما نقولوا، ما كاش منح. وش هي تبقى عقليه تاع الشباب هذيك حاجه اخرى، كل انسان كيف راه يشوف فيها ثم راك معايا. هنا عندنا في الطبيعه وكذا والمناظر واللي عندنا ربانيه هذه مع الجزائر وحدها كل تقدر تقول تكلاسيها مثلا عالميا ذات. الحمد لله راك معايا. ماشي غير جيت وشو سكيكدا جاية عنابة الصحراء فهمتني. وش هو بركه احنا عندنا الانتقادات على المجتمع تاعنا بركه هي الصعيبه. مثلا بلادنا شابه كذا تلقى يقول لك لا مش شابه كذا، باغي يروح مثلا تونس تركيا مثلا وكذا كذا، يروح للواقع ثم يلقاه واقع اخر راك معايا. بصح بلادنا من ناحيه الامان من ناحيه كل شيء. واش الحاجه اللي تخص بلادنا باش زعما كيما يقولوا ميم كيما يقولوا ماذا بينا احنا ميم توانسه المراركه من كل البلدان يعاودوا يجيو لعندنا؟ خصنا بالك شويه مرافق شويه ترويج شويه نعم شويه نظافه. النظافة هي كل يكذب عليك. احنا عندنا العقلية هذيك تاع ينوض من الباراسول يروح هو دارهم يخلوا لابوبال، هذيك المشكل الوحيد. مانيش عارف الثقافة تاع الإنسان كيفاش، معناها كل واحد كيفاه تربى. معناها الإنسان ربي يهدي ما خلق، كون جا كل إنسان ينوض يرفض لابوبال تاعو والله بلادنا غير ربي يبارك. يخلي المكان لواحد آخر مثلا كيما نقولوا ربي يبارك يجي وربي يبارك نقية ما شاء الله. هذا المشكل الوحيد يا سي حسين الله غالب. كل انسان وكيفاه معناها كيفاش تربى على الشيء اللي راهو فيه. على كل حال يعني بقول ان شاء الله نقولوا نفوتوا عطله صيفيه مريحه ان شاء الله. وربي يخليك اخويا حسين متشرفين بك اخويا. ربي يبارك فيك ويحفظك اخويا. اللهم امين اخويا. اللهم امين يا رب.